لابد من رجعتنا لأصولنا وأسسنا أيها الأحباب. وإن مرت كما هي حكمة الله في العالم مع الأنبياء قبلنا والأمم وفي مراحل هذه الأمة شيء من الأزمات أو الشدة بنفس تفرج، والعاقبة للمتقين. ووالله إن الدنيا والآخرة لخادمة لخدام محمد، خادمة لخدام محمد. ما هذا الاهتزاز من شؤون الدنيا؟ أيام خرجنا من البلد في أيام شدة أثار الشيوعية وشدتها إلى جانب اليمن، وجينا إلى البيضاء، كان ما في جيبي كله 300 ريال يمني، ما كنت أملك غيرها، وما في قلبي اهتزاز لشيء. وعدت السنين، رضعت، افتقرت، لما مديت يدي إليه ما عاد رضيت امتد لحد. حصل ما حصل ومر ما مر، وإيش الذي ضرنا؟ إن يوم من الأيام جيت بقليل بسكوت وتغديت بوشي، نقص علي؟ أنا قدامكم، أنا إيش نقص علي من هذا؟ شي في هذا نقص؟ شي في هذا ضعف؟ أحبابي، تطلبون العزة من أين؟ تطلبون النجاح من أين؟ تطلبون الكرم من أين؟ ستمر بنا الحياة وبكل من فيها، خيرهم وشريرهم، لكن عنها يهمنا وجوهكم عند اللقاء كيف تكون؟ وجوهكم عند اللقاء كيف تكون؟ الأمين المأمون كيف تقابلونه؟ كيف ينتظركم؟ أنا ما أعد نجاحي مع أخوة أخلي في الله أو موالي في الله إلا إن كنت عند وفاتي وكان عند وفاته على كاسي وطربا. إذا ما انتهينا لهذا فلا أخوة ولا صلة ولا علاقة. وطربا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. أحبابي، إخواني، أصحابي، ماذا عندكم من الشوق للحبيب؟ أنا خجل لأني أعلم أن انتباهه أعظم وشوقه إلينا سبب شوقنا إليه. قبل خلقنا قد اشتاق إلينا، ولأجل حياتنا قد طرق أبواب ملك الدنيا والآخرة يخاطب فينا، ولأجل آخرتنا أحسن طرق باب الملك الودود البر الجواد وخاطبه فينا، وناداه على لسان جبريل: إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيه. يا ربي يا ربي، خير الأنبياء جعلته نبينا، يا ربي فاجعلنا في خيار الأمة نسر قلبه، تفرح بنا روحه، يبتهج بنا باطنه. يا الله يا الله، الله يهيئكم لحسن اللقاء، ويجعل لنا اجتماعا في يوم اللقاء الأكبر تحت الراية، تحت اللواء، لواء الحامل، حامله نبيكم، حامله الشفيق عليكم، حامله الحنون، حامله صاحب الرافة، حامله صاحب العطف، حامله الذي يحبكم أكثر من محبة آبائكم وأمهاتكم لكم وأكثر من محبتكم لأنفسكم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بما أودعت يا رحمن الدنيا والآخرة قلبه من الرحمة، اجعلنا جميعا